السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. بإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال الرقم المخصص للواتس أب لإرسال ما لديكم من رسائل مكتوبة سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة، ولدينا في الملف الأول الفوضى الأمنية. تتصدر محافظات البصرة ذي قار ميسان وواسط المحافظات الأكثر تسجيلا للنزاعات العشائرية التي يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء. تتسبب هذه النزاعات في كثير من الأحيان بفرض حظر التجوال وإغلاق الطرق والمناطق من قبل القوات الأمنية، فضلا عن خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة، والأهم الخسائر البشرية إثر هذه الاشتباكات التي تستخدم فيها أسلحة متوسطة وخفيفة وقنابل، بل تصل في بعض الأحيان إلى الثقيلة. يعزو مسؤول أمني بوزارة الداخلية استمرار المواجهات العشائرية إلى تفشي السلاح، وبين أيضا أن بعض العشائر تمتلك أسلحة أكثر مما تملكه الشرطة في بعض مدن محافظات الجنوب. لدينا مقطع مشاهدينا الكرام سنشاهده سويا لنزاع عشائري كبير في ناحية الشافي التابع لقضاء الدير شمال محافظة البصرة، لنشاهد. طبعا نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، حيث أفاد قائم مقام قضاء القرنة بمحافظة البصرة علي غانم المالكي بنقل مدير ناحية الشافي سعد الشاوي بعد محاولة اغتياله من مستشفى القضاء إلى إحدى مستشفيات مركز المحافظة بسبب حالته الحرجة. المالكي أضاف أن محاولة الاغتيال اللي تعرض لها نتيجة هذا الصراع العشائري أصيب على أثرها بطلقين في منطقة الظهر، وبين أن الحادث وقع في ناحية الشافي شمال المحافظة، لنشاهد. نستمر مشاهدينا الكرام مع الفوضى الأمنية وأيضا في محافظة البصرة، وننتقل إلى منطقة التنومة في المحافظة، حيث اشتكى الأهالي من الرصاص العشوائي الذي يغزو منازلهم جراء الرمي العشوائي أو بسبب اندلاع النزاعات العشائرية، لنشاهد. الجهاز جاي يلعبون هنا، يعني حتى واحد ببيته قاعد وما مأمن على روحه، وين نروح؟ وين نولي؟ هاي البصرة بالتنومة، هاي الجهاز جاي يلعبون هنا وطاحت علينا هاي بنص الهول، الحمد لله وشكرا. هاي طلقة طاحت علينا، الجهاز جاي يلعبون هنا، يعني حتى واحد ببيته قاعد وما مأمن على روحه، وين نروح؟ وين نولي؟ هاي البصرة بالتنومة، هاي الجهال جاي يلعبون هنا وطاحت علينا هاي بنص الهول، الحمد لله وشكرا. دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. عندنا تعليق من سيد جابر الجزائري يقول: من أمن العقاب أساء الأدب، قانون ضعيف بالبصرة بسبب المجاملات والعلاقات والمحسوبية. أيمن الناصر يقول: الوضعية تعبانة والناس ما عدها، بس هاي الوضعية شوفت عينك، نسأل الله يحميكم ويستركم. علي حسين التميمي يقول: شد لك ببيتك القبة الحديدية وخلص نفسك وجهالك من الطايحات، بشكل تهكمي. يعلق علي:
عندنا تعليق من فهد حاتم يقول اي والله السقفهم تشينكو لو ساندويتش خطيه الله يحميهم. دعونا نستقبل اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام للتعليق عن هذا الموضوع. ويانا ابو عمر من بغداد اول المتصلين، حياك الله ابو عمر. حياك الله استاذ محمد. كل الهلا يا ابو عمر، تفضل. تفضل. حيا الله قناه الشيخ وحيا الله استاذ المشاهدين. الله يحفظك يسلمك. الله يسلمك، استاذ محمد احنا عندنا الحوضه الامنيه اللي انتشارها بصوره عامه يعني مع احتراماتنا واعتزازنا باخواننا اهل الجنوب البطرق وفي الناصريه وكل المحافظات الجنوبيه او الوسط. هذه المحافظات استاذ لديها سلطه احزاب وميليشيات يعني تدعم هذه العشائر سلاحا وقوه ويعني كل ما تجي العشائر هذه الميليشيات دائما تكون خلف هذه العشائر وسند لهم لان القوات الامنيه ما تقدر تتدخل باي مشكله كانت واي طرف عشائري لان من هناك يعرف القوات الامنيه بان هناك او ميليشيا عطائف او ميليشيا بدر او ميليشيا السرايا كل هذه الميليشيات تقف امام القوات الامنيه والقوات الامنيه لم تحمل اي شيء ولم يعني تفعل لهم اي شيء لانه سبب قوات الميليشيات اقوى من قوات الامنيه وهي قادره على حكم السلطه بالرغم انه وجود عندنا وزير داخليه او استخبارات او اجهزه يعني ما تقدر تسوي شيء امام هذه الميليشيات، يعني عندنا مرات تصير عندنا بمحافظاتنا يعني توصل امور قضايا يعني بالقتل، لما يكون استدعاء المجني عليه في هذه الامور يعني القاضي من يحكم على المجني عليه اذا كان احد من هذه الميليشيات يعني سوف يحمي القاضي او تهديد القاضي ثم من بعدها يطلع بالافراج. هذه للاسف الفوضى الامنيه اللي قاعد نشوفها عدم قدره سيطره القضاة او مراكز الشرطه اللي توجد في محافظاتنا لم يكن لهم اي دعوه مقابل هذه الناس الابرياء. طيب ابو عمر، سيد ابو عمر اكو نقطه تتعلق واحنا لازم نذكرها انه هناك الكثير من العشائر في وسط وجنوب العراق لديها سلاحها كما تقول مصادر أمنية في بعض المحافظات يكون أقوى من سلاح الشرطة من سلاح الأجهزة الأمنية في المحافظة. ذولا أيضا عملهم وانتهاكاتهم والفوضى اللي سببوها بسبب النزاعات العشائرية وما يؤثر على الحياة المدنية وما يؤثر على ممتلكات الناس العامة والخاصة، هذا الموضوع أيضا يجب أن يذكر أنه هذه العشائر لماذا تعتبر نفسها فوق القانون؟ أو لماذا لا يوجد قانون يحاسبها؟ ولماذا توجد أجهزة أمنية ضعيفة أمام هذه النزاعات العشائرية؟ أستاذ محمد قلت لك يعني المشكلة عندنا هنا الدولة والحكومة كلها تابعة هذه الميليشيات، لو كان هذه الأمور تحصل عندنا بديالة أو في الأنبار أو في الموصل يعني عتاد واسلحه قويه واسلحه ثقيله بس كان اعتمدت عليهم تهمه داعش، لكن للاسف عندنا بس يعني القوات الميليشيات اللي موجوده تتكاثر قلت لك يعني بالجنوب وبالوسط، يعني الحكم نقدر نقول عليهم صوره عائمه يعني مع احترامات من اخواننا الحكم لهم، فاحنا ما نقدر نسوي الشعب ما يقدر يسوي شيء امام هذه القوات وهذه الاعداء، القضاة العراقيه كل يعني كل القضاة اللي موجودين عندنا كل هاي النزاعات العشائرية وزير الداخلية يعرف كل قوات الأمنية اللي عندنا موجودة عندنا ببغداد ومحافظات ما يقدرون يسوون أي شيء لأن إذا سووا أي يعني أي اتجاه أو أي حركة أو أي اعتقال من هذه العشائر أو تهجيمهم أو تفتيش يعني دورهم وكل هذه الأمور اللي تقوم لازم فيها قوات الأمنية هذه تكون ضعيفة أمام هذه العشائر. طيب شلون تنمت أبو عمر، شلون تنمت هذه الأفكار عند العشائر أنه هي لا تقبل بالمحاسبة وتسير وفق مبدأ القوي وفق مبدأ أخذ حقي بذراعي ولا تعترف بقانون؟ وأنا شفت وموجودة هي في موقع يوتيوب أيضا كثير من اللي ما يسمى محليا بالفصل العشائري وهذه القعدات يتحدثون وكأنه هم الذين يقودون الدولة أو هم الذين يقودون المحافظة، لا يعترفون بجيش، لا يعترفون بشرطة، لا يعترفون بقانون ولا قضاء، يريدون القانون العشائري والأعراف هي التي تسير. وهنا السؤال أنه شلون وصلوا لهذه المرحلة أن هم
أولا يتمادون بتصرفاتهم ويستغلون السلاح اللي لديهم لإثارة المشاكل، وثانيا لا يعترفون بوجود قانون أو دولة. شلون وصلوا إلى هالمرحلة؟ استاذ محمد، اكو يعني محترمات عشائرنا وبالجنوب وبالوسط، انه اللي يحترم القانون واللي يخاف من القانون واللي يحافظ على عشيرته وناسه اهله ما يقوم بهاي الاعمال الارهابيه والقتل. لكن هذول عندنا الناس يعني احيانا توصل يعني هم يتكلون من طرف اخر من العشائر، هم يفصلون يعني فصل يعني مبالغ يعني كلش قويه، توصل احيانا 100 مليون و400 مليون و500 مليون، وهم نفس الوقت يكونون مخطئين ومذنبين. لكن الدوله والحكومه استاذ محمد يعني ما يقدرون يسوون اي شيء، لانه هذه وراء قيادات ميليشيات زعامات، يعني ميليشيات كل الميليشيات اللي عندنا مثل هذا العاملي ليس الخزعلي، يعني من انصار هذول الاحزاب اللي عندنا موجوده بالجنوب والوسط، كلهم هذول يعني ما يقدرون يسوون اي شيء للعشيره المقابله. اذا اي عشيره سكبت وردت الضرب على هاي الميليشيات يعني لحقت بيوتهم وهجروا من هاي المنطقة وقتلوا جميعا، لأن قوة العشائر عندنا الموجودة بالعراق هي أغلبية من الميليشيات وميليشيات الحشد اللي موجودة عندنا بالعراق، حكمت من 2003 والسلاح المنفلت اللي هي أيضا معاهم، يعني من ضمن هذه العشائر من ضمن هاي الميليشيات اللي قاعد نشوفها اللي كل يعني بين فترة وفترة نزاع عشائر بين هاي العشيرة وهاي العشيرة. للاسف احنا عندنا عشائر وشيوخ العشائر اللي هم الاصلاء في العراق كله يعتمد عليهم في هذه النزاعات العشائريه، لم تتدخل معهم لانهم ناس مجرمين وناس قتله، فالناس ملت من هذه العشائر القتل الدم، وقاعد بنشوف السلاح من فرد الاستاذ محمد، والناس الابرياء اللي جاي بتروح من ضمن هذه الطوقات والرمي العشوائي اللي قاعد بنشوفها، هذه كلها لم يحاسب عليها القانون ولا القضاء العراقي، ولم شفنا قوه امنيه تروح المنطقه هذه وتم عليهم نزع السلاح واعتقالاتهم، ما سمعنا من عندهم. انا اشكر حضرتك، شكرا سيد ابو عمر من بغداد. طبعا واكثر من مره عرضنا في قناه الرافدين في برنامج صوتكم وكذلك سابقا في برنامج تواصل دوت كوم عرضنا مقاطع تبين ان هناك دقه عشائريه، ما يعرف محليا بهذا التوصيف دقه عشائريه او نزاع عشائري، ويكون اطلاق النار امام انظار وبحضور الاجهزه الامنيه التي تقف موقف المتفرج من ما يحدث، ولا كأنها قوة أمنية معنية بحفظ النظام والقانون، ولا كأنهم موجودين أصلا في ذلك المكان. يحمل مجموعة من الأفراد ينتمون إلى عشيرة معينة السلاح ويذهبون يهجمون على منازل الآمنين، منازل الناس بغض النظر ما هي المشكلة، ويقومون بإطلاق الرصاص بشكل كالعصابات، والأمر يحدث أمام الأجهزة الأمنية بقواتها وبمعداتها. نكمل الحديث مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم وننتقل إلى موضوع آخر، لكن نبقى في محافظة البصرة. هذه المرة ننتقل إلى مشكلة لسائقي الشاحنات في المحافظة البصرة الغنية بالنفط، والتي تعاني من قلة حصة الوقود وتحديدا مادة الغاز المخصص لسائقي الشاحنات. هذا الموضوع دفعهم إلى الخروج بتظاهرات وتنظيم اعتصام مفتوح للمطالبة بحقهم بالحصول على كمية أكبر من الغاز، وحتى الآن هم يطالبون لكن لا توجد استجابة. قال أحد المتظاهرين المعتصمين من أصحاب الشاحنات إن حصة الغاز لا تكفي، فكل 3 أيام يعطونا 300 لتر فقط لكل شاحنة، في حين كان في السابق كل يوم يصرف هذه الكمية تصرف. ليتساءلوا عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، خصوصاً أنهم أصحاب عائلات ويقتاتون من هذه المهنة، وهذا الموضوع يؤثر عليهم بشكل مباشر وعلى أرزاقهم. لنشاهد. نحن سائقي شاحنات البصرة، ما أعرف أكو أحد أتكلم وياه، شنو مشكلتكم شباب؟ الغاز. شنو مشكلة؟ العمل مال البصرة كله الغاز. الغاز. الغاز شنو الحصة وين ما نروح نفول؟ نفول هنا 300، بالعمارة ناخذ 300، هسه الآن كل 3 أيام 300 يطول. ليش قللت الحصة مالت الغاز؟ ليش؟ ليش قللت المحطات؟ ليش قللت الحصص؟ ليش؟ شنو السبب؟ ليش خليتونا قاعدين هاي الاوان كلها على الله وعيشتها على الطريق هذا؟ زين قبل هاي الفتره الغاز كان متوفر؟ الغاز متوفر. ايش قصار؟
ايش صار؟ هسه صار شهر. شهر. شهر صار. وين يروح الغاز؟ ما ادري وين، بس السلوم شو المسؤولين؟ السلوم وين ودوا سيطن؟ البصرة كلها 45 سهريج، وين يودوني؟ دعونا نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع. حيدر العبيدي يقول: الحكومة تقتل الشعب. البصرة التي تغذي العراق من النفط وهي على بحر من نفط، سياراتهم ما موفري لها غاز، والله عيب. تعليق من أبو يوسف يقول: والله مظلومين السيارات الكبيرة. عندنا تعليق من علي فراس يقول: وإحنا أصحاب المولدات حالنا حالكم، ماكو غاز، وين راح الغاز؟ وينك أسعد العيداني؟ تعليق لدينا من علي يقول: والله ظلم للبصرة وأهل البصرة، معيشة العراق كله وحال الضيم حالهم. هذا واقع حال للأسف الشديد. البصرة واحدة من أغنى محافظات العراق، وهي تعاني ليس فقط من ناحية الطاقة، تعاني من شتى المجالات. محافظة منهارة تسيطر عليها الميليشيات والأحزاب، خاضعة لسيطرة الفاسدين، ويذهب خيرها إلى غيرها. عندنا أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد، حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد. الموضوع حول الانفلات الأمنية. نعم، أسمعك يا أبو أحمد. السيد أبو أحمد من بريطانيا، فقدنا الاتصال ويا أبو أحمد من بريطانيا، أرجو منه يعاود الاتصال مرة ثانية، لأن الموضوع شائك حقيقة، موضوع الانهيار الأمني وموضوع طويل، ونربطه أيضا بعد قليل مع المتحدثين بقضية التسريبات التي خرجت لنور المالكي وتحشيده للميليشيات وعدم اعترافه بالجيش والشرطة ومساعيه لإدخال العراق بساحة بصراع واقتتال وحرق العراق كما يرغب هو ومن كانوا معه ضمن التسريب. لكن الآن دعونا ننتقل إلى موضوع آخر. أحد المواطنين يوثق الإهمال الحكومي لبنايات مهدمة مقابل كورنيش شط العرب في محافظة البصرة أيضا، حيث تحولت وعلى مدار سنتين لمكب للنفايات دون اهتمام من دائرة البلدية فيها. أفاد بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه البنايات التي سنشاهدها الآن المهدمة كانت من أجمل البنايات في وقت ما، وهي متحف للأحياء البحرية والمائية. دعونا نشاهد. وان مثل ما قاعد تلاحظوا وياي، هذا كورنيش شط العرب، وهاك شاهدوا وياي هاي البناية المهجورة. شنو هاي فيلم؟ هاي شنو؟ طابو ملك وقف تابع عليها وزارة بلدية البصرة. سادة المسؤولين في محافظة البصرة، عندكم علم بهاي المنظر؟ هذا مقابل كورنيش شط العرب. هسه خلينا نروح ندخل داخل هاي البناية وخلنا نشاهد وياي شنو موجود داخل هاي البناية. هاك شوف، تفضل مثل ما قلت لك. والله العظيم يا بلدية البصرة، احلف عليكم هاي النفايات صار لها اكثر من سنتين متكدسة. يعني معقولة مدير هذا القاطع يعني ماكو فد يوم من احد العمال مثلا نبهك قال لك يا بنا موجود تكدس مال النفايات؟ يعني معقولة يعني بلدية البصرة احنا الى متى نظل مثلا شخص الاخطاء؟ شو من شخص الاخطاء وثاني يوم كلها برزة عضلاته؟ شرفكم يعني هذا كورنيش شط العرب، هذا صرفتوا عليه مليارات، هاي الحالة مقابل الكورنيش مباشرة. شوف هذا منظر، هاي النفايات متكدسة صار لها أكثر من سنتين. وين السادة المعنيين؟ خليجي 25 بصراوي مو؟ دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع ثم نعود لنكمل الحديث مع المتصلين. أبو نويرة يقول: هذا المتحف سابقا للأسف فطنتهم هسه يبيعوه ويصير مول. يا كثر المولات بالبصرة بعد ما جرفوا الخور للمولات. حسان يقول: هي أغلب الأماكن القريبة من الكورنيش هي خربة، وحتى كازينو الدلة تم تهديم جزء منها وبقي الآخر. لو الأفرع القريبة منها هي كذلك خربة، وحتى لم يضع بالحسبان توسعتها، فهل يعقل الأرصفة بجانب فندق الشيراتون بعرض أكثر من 5 أمتار ولم يحسب بتوسعة الشارع المؤدي لجسر التنومة المحاذي لرئاسة الجامعة جامعة البصرة؟ واقع بائس.
عندنا تعليق من أحمد جميل يقول على امتداد نفس الجهة أوساخ وقاذورات وأنقاض حتى المستشفى التعليمي، وسيصبح الكورنيش هكذا بعد فترة غياب المتابعة وعدم مهنية المسؤول. أحمد يقول كورنيش على طولة حاوية من نفايات ماكو، على طولة حاوية نفايات ماكو، والعالم تخلي البطل الفارغ أو الأكياس مكانها أو بعلالقها، وتضطر العالم تضطر إلى هذه الحركة. طيب ويانا أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد. شكرا أستاذي محمد العزيز. أنا شنو الموضوع حقيقة دا أريد أتكلم على دور العشائر بعد 2003 وبعد الاحتلال. المشكلة أحكي لك حادثة حدثت لي سنة 2012، تم سرقة داري فبلغت الشرطة، فاجأت الشرطي يقول لي ادخل قدامي، قلت له يا شلون ادخل قدامك؟ يعني بلكي احامي بعد ما تبين، يقول لي يعني ما اقدر اسوي لهم شيء، يعني قاضوني عشائرين. قلت له شنو؟ واحد داخل بيتي يجي يقاضيك عشائرين؟ هو حرامي، انت حرمة بيت. المهم المصيبة اللي احنا عانينا من عندها انه الناس اللي اجتني بعد ويا الاحتلال ناس هم اصلا مو رجال، لا رجال دولة لا هم موظفين. عايشين بدولهم برا، عايشين على المعونة الاجتماعية، عايشين على أغلبيتهم عندهم disability، هذا الكارت اللي يسموه المعوقين، حتى يعيش بالكلاوات ياخذ بنفت أعلى، ياخذ مساعدات أعلى. فلذلك من اجوا للعراق ما عندهم فد برنامج للإعمار، برنامج لحفظ الأمن، برنامج لبناء بلد تم تهديمه بسبب الاحتلال، لا اجوا فكروا الجهات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية اللي هي لازم كل دول العالم تكون مستقلة واحدة عن الأخرى، هم صاروا متضامنين بيناتهم، هاي إليك هاي إلي، قعدوا شرعوا قوانين من خلالها سووا قوانين ما أنزل الله بها من سلطان من أجل فرهدة أموال العراق، ومنها قانون رفعاء اللعين وغيرها من القوانين اللعينة اللي ما سامعين بها إحنا بكل زمان العالم، إنه واحد يدعي نفسه مناضل وانسجن يجوا يعطوا تعويض عن سجنه. فهاي خلاصة القول انه بروز دور العشيرة هو لضعف الحكومة، لان لو كانت اكو حكومة ولو كان السلاح بيد الدولة ما نوصل الى هاي المرحلة من الفوضى. يعني كم مرة وعد رئيس حكومة سابق او حالي بحصر السلاح بيد الدولة، وهذه الوعود صار لها سنين ولغاية الان لا يوجد تنفيذ، بل حتى هذه التسريبات الأخيرة تؤكد أن أي مسعى حقيقي لحصر السلاح بيد الدولة هو كذب. لأن على سبيل المثال نور المالكي اللي هو يحمل شعار نعيدها دولة واللي يرأس ائتلاف دولة القانون بهذه التوصيفات يحشد الميليشيات في سبيل إثارة فوضى في العراق، كيف إذن يمكن لرئيس حكومة أن يحصر سلاح بيد الدولة وهو الذي يرعى الميليشيات؟ وطبعا لا يختلف البقية عنه، يعني إن كان المالكي زعيم ميليشيا أو هو الذي يحشد الميليشيات فالبقية وعدوا بحصر السلاح بيد الدولة ولم ينفذوا، شلون لعد حينحصر السلاح؟ يعني رجل الدولة عنده برنامج يشتغل به، عنده كلمة من يطلع يقولها يطبقها صادق فيها؟ لا، دولة ناس جايين يدري بنفسه جاي فترة مؤقتة يحاول قدر المستطاع يشرع قوانين يفرهد بها المال العام. يعني والدليل انه صعد سعر الصرف من 120 الى 150، شو المبرر لذلك؟ يعني اكو مبرر لذلك؟ لا، حتى هم يستفادون، لان اغلب المصارف اللي فتحوها هم حتى يستفادون من سعر الصرف. انا ما ادري طلعك على يعني حتى فقط لا نتوسع سيد ابو احمد، حتى لا نتوسع بفكره نذهب الى الجانب الاقتصادي او كذا، لكن احنا اذا نتكلم عن الجزئيه الامنيه اليوم ذكرنا طبعا في المقطع انه ليس فقط الميليشيات، هناك العشائر، بل هناك ايضا المواطن العادي اللي مثلا ممكن مو العشيره هي اللي حركتها على حمل السلاح واطلاق النار، ممكن حدث معين، ممكن فاتحه، ممكن عرس، ممكن احتفال بمباراه كره قدم، يكون هناك اطلاق عشوائي للنار وهناك ضرر يقع على المدنيين. هذه الظواهر السيئه السلبيه متى ستتوقف؟ أول عليك بس راح أحكي لك هاي الحادثة الطريفة إذا تسمح لي. تفضل. حضرت أحد الأيام دعوة من أحد الأصدقاء لحضور فصل عشائري، طبعاً مهزلة هي مو فصل عشائري. واحد قاتل واحد، بدت إنه يابا قعدوا ويابا نبتي بأربعين مليون. كل ساعة يقوم واحد يابا الخاطري نزلوا له مليونين. المهم وصل قيمة البشر، قيمة الإنسان العراقي المقتول 4 مليون دينار عراقي فقط.
يعني اكو مهزله بعد اكثر من هذه المهازل. فلذلك من واحد من يستخدم السلاح في غير مكان مامن يقول لك ادفع لي 4 ملايين 5 ملايين. الحديث جدا جميل معاكم طبعا، بس انا اعتذر اذا طلعت عليكم. شكرا جزيلا سيد ابو احمد، كل الهلا بيك طبعا في اي وقت. انا اشكر حضرتك للمشاركه. ويانا السيد ابو عراق من الفلوجه، تفضل يا ابو عراق حياك الله. السلام عليكم اخوي استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عراق. استاذ محمد، اولا السبب الرئيسي خلي يسمعني الشعب العراقي كله. نعم. السبب الرئيسي تقويه الاحزاب وكثره الميليشيات. نعم. هم اللي هسه كل رئيس وزراء هو رئيس عصابه يعتبر. هذا يجي من حزب والحزب نفسه يقويه ويساعده وين يخليه رئيس وزراء يحكي ويا هاي الميليشيات ويا هاي العصابات يا استاذ محمد. لان احنا هسه بالعراق تحت فوضى تحت ميليشيات. إذا سمحك أستاذ محمد، تفضل. كم رئيس وزراء من 2003 أي كلام اللي طلع وحكى به وتنفذ؟ شكلنا لجان تحقيق، شكلنا وهم كلهم كذابين يشتغلون لصالح أحزابهم يا أستاذ محمد. فإحنا ما نخلص من الأحزاب، العراق راح يبقى مستمر استاذ محمد على الوحي. شلون ممكن نخلص من الاحزاب يا ابو عراق؟ اللي يخلص الشعب. تكاتف الشعب وسحل دول المافيات الاحزاب سحلهم بالسلاح. يا اخي بالدول البقيه اكثر منهم فساد. نعم. الشعب العراقي يا استاذ محمد، التاريخ مشهود للعراق. فوالله يا استاذ محمد احنا ان شاء الله املنا بالله الكبير ان شاء الله. نعم سيد ابو عراق، انا اشكر حضرتك للمشاركه. ويانا السيد احمد من مصر، تفضل يا احمد حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحييك وبحيي قدر القناه والساده المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. بالنسبه لما يسمى بيقولوا ان تركيا قصفت مثلا المصيف في منطقه دهوك الكرديه. طيب. بالنسبه بيقولوا ان هجوم على الدوله التركيه قصفت شمال العراق في دهوك. طب ليه انت راجل ما تنظم بلدك؟ راجل سايب ميليشيات حزب الرمال الكردستاني والبكك بيهددوا امن البلد قبل تركيا. لما كذب غاز علي اللي ما كانش له لازمه، اللي كان هربان بره وكانوا الناس اللي ما كانش لهم لازمه ماسكين العراق حاليا عملوا ابطال. كانوا زي الفيران ايام صدام حسين عاملين ابطال. طب ما طلعوا بلدكم الاول من ما تحطوش ميليشيات على حدود تركيا وتقول لنا تركيا بتهدد امنها. بطار انت راجل مش قادر تسيطر على البلد، يعني من عندك مصطفى الكاظمي وجوم على راجل بيقول لك انا راجل رئيس الاركان بيقول لك انا قاعد جنب الميليشيات وبعمل عرض عسكري. يبقى انت انت لك امال انت لازم تبوس تروح لابن الخميني يبوس ايدك تبوس ايده عشان تمسك رئيس وزراء ثاني. يبقى انتم مش عارف الدوله دي ماشيه ازاي. يعني الميليشيات بتحكم والله ولا العراقيين يعرفون ماشيه ازاي. بتقول يا استاذ محمد المجتمع ازاي؟ ولا حتى العراقيين يعرفون كيف تسير هذه الدوله. يا باشا ده دوله فاشله. انا مش عارف انتوا الله يكون في عون الشعب العراقي. يعني الميليشيات بتحكم. نعم. ودي بيحكم ايه؟ مش عارف البلد ديت ماشيه ازاي. يعني المفروض يبقى فيها جيش هو اللي دافع عن البلد ويبقى لها قياده وجيش، اما الميليشيات ماسكه سلاح وده ماسك. نعم. وفوضى المدقه العشريه بس عشان زي ما انتوا بتقولوا الناس بتمسك في بعض بيضربوا بعض بالنار. يبقى دي دوله؟ يبقى المواطن العادي يعيش ازاي؟ انا مش عارف. صحيح. وبالنسبه للتصريحات نور المالكي تمام يا استاذ محمد؟ وياك. نعم. بالنسبه للتصريحات بتاع نور المالكي اللي كان بيبيع سبع في السيده زينب في سوريا. بيقول لك انا عايز امسك البلد لو ولع في البلد. هو انت ليك لازمه
ده انت كنت هربان ايام صدام وكان ازاي جبت المليارات دي؟ انت بقى معاك مليارات نعم تبني قصور والشعب هناك عندكم في العراق مش لاقي ياكل وما فيش ميه. طب ما بروحش على ايران ويقولوا لنا الميه ما قطع الميه. انت عاملين ابطال على تحدثوا تركيا وعاملين حرب على تركيا. طب ما تعملوا على ايران. طب ما دي زي دي ولا انتوا ايران هي اللي بتديكوا السلاح وتعمل لكم. شكرا سيد أحمد من مصر. سؤال منطقي وكلام سليم أنه ردة الفعل التي حصلت تجاه ما قيل أنه قصف تركي على مصيف في زاخ، وحتى هذه اللحظة طبعا كما قلنا تركيا نفت هذا القصف ولا يوجد إثبات على أن تركيا هي التي قصفت. والأهم من ذلك كما قال السيد أحمد من مصر أنه لماذا لا يكون هناك حماية للبلد، حماية للوطن، حماية للحدود، ومنع تواجد التنظيمات الإرهابية داخل العراق لكي لا تكون أو لا يكون هناك عذر لأي دولة أن تكون متواجدة في العراق أو أن تشن عمليات عسكرية على أي منطقة في العراق؟ ليش إنه الموضوع متروك؟ بلد سائب، ميليشيات في كل مكان، منظمات إرهابية في كل مكان، ومنظمات إرهابية لا تضر العراقيين فقط بل تضر حتى دول جوار. إذن لماذا هذه السلطة بدل أن تثبت أو بدل أن تتحدث بتصريحات وتشجب وتستنكر وتبين ضعفها أكثر فأكثر، لماذا لا تسيطر على هذا البلد أمنيا وتمنع أي من يفكر بالتجاوز على السيادة العراقية أو حتى وضع قدم واحدة على أرض العراق؟ ويانا السيد شبيب من كندا، تفضل يا شبيب حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أردت على مسألة العشائر. نعم. العشائر يا أخي كلش خطيرة. هاي تدمر الأمان، تدمر يصير الأمان ماكو بين العشائر. تحكم بها يهولي يحكم بها، وهاي ما تخدم إلا الاحتلال وتخدم الميليشيات وتخدم باقي الجهات اللي هي تهدف على تقوية العشائر داخل البلاد. داخل البلاد احنا مثل ما شفنا قبل، احنا عندنا أنا كأصليت من الأحواز المحتلة نفس الحالة الذي سلطوا العشائر. لما تصير عندك مشكلة أنت بين قبيلة ثانية أو نزاعات بين قبيلة ثانية، لما تروح للمحكمة وتوصل للمحكمة وتوصل يقول لك روح حلها عشائري. عشائري شلون أحلها إلا أخذ لي أنا سلاح وأروح أعارج؟ شلون تحلها عشائري؟ أنتم قانون، أنتم لا، هم يردونها. طيب وين الحق العام؟ وين المحاسبة على الحق العام؟ هناك أضرار تقع على الممتلكات العامة، ليش القانون ما يحاسب؟ ليش القانون ما يحاسب على من يحمل السلاح خارج إطار القانون؟ يعني ماشي أنت عندك مشكلة حلها عشائريا هذا الحق الخاص، لكن هناك حق عام موجود في كل دول العالم في القانون، هذا حق الدولة، هذا حق الدولة يجب أن يطبق على من يخالف القانون. هذا المفروض ما بي شيء اسمه روح حلها عشائريا أو وديا، هذا بي محاسبة لمن يخالف القانون. ليش بالعراق ما يطبق؟ أستاذ محمد يردون حتى يستفادون من الفوضى، يستفادون من الفوضى، لا تظل بكرهانية بين العشائر. هاي الخطط هي خطط بريطانية، هي مثل ما قبل حكمت على الهند وسوتها 55 عيالة وكانوا يأخذون من عدها إيش ما يردون. 300 سنة حكموا بالفتنة، هاي حتى يشكلون الفتنة داخل العشائر. هاي العشيرة تدق ديك وديك تدق هاي وما تبغى استقرار، وهم يستفادون بكيفهم وهكذا. وطبعاً هذا الموضوع يطرح سؤال مهم، وهو شنو دور العشائر إذا كانت تساق بعضها، تساق كالأغنام، أنه كل من شيخ عشيرة عقال وشوارب وهيبة على الفقراء على الضعفاء، لكن وين هذا العقل ووين هاي الشخصية ووين هاي المكانة في تشغيل العقل ويعني تحقيق العدالة وعدم السماح لهكذا فوضويين أنه يثيرون المشاكل في محافظاتهم؟
أنه ليش هم ما يأسسون القواعد لنظام حكم عادل في محافظاتهم على الأقل، يمنعون هذه الفوضى، يمنعون هذه الأشكال السلبية من النزاعات ومن طرق أخذ الحق بشكل نظام غابة، يعني مو 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 طريقة حضارية لأخذ الحقوق. هم هذا السؤال يطرح أنه ذولا شنو دورهم أو شنو وضعهم شيوخ العشائر أو بعض شيوخ العشائر الموجودين في وسط وجنوب العراق؟ هم يقدرون ويسيطرون عليهم، يسيطرون عليهم، لا يصير وحدة بيناتهم. هم هذا اللي يهتفون منه، حتى شلون ما يردون يلعبون داخل البلد. هم حتى العشائر يظل مكرهانية بيناتها حتى لا تستغوى وتطق مثل ما سوت ثورة العشرين وباقية ضد المحتلين وضد، هم يردون يفرغونهم بهيك شيء بالفتنة، هم يردون يفرغونهم بالفتنة حتى لا يتوحدون ولا يصير لهم رأي واحد. هذا الهدف. شبيب نعم، وصلت الفكرة، وهي نقطة مهمة أنه على العشائر العراقية أن تعي الواقع الحالي، أن تفتح أعينها على حقيقة الأمور أو حقائق الأمور. فعلا كما يقول السيد شبيب، العشائر العراقية هي عماد هذا المجتمع، وهي التي ساهمت في ثورات سابقة بتحرير الوطن من الاحتلالات، وهي التي وحدت العراقيين، وهي التي حافظت على حقوقهم. دور العشائر الآن مطلوب وبشدة لحماية العراقيين من الفساد، من الفاسدين، من المجرمين، من اللصوص، من كل من ينتهك حقوق الناس، من كل من يعتدي على أملاك الناس، من كل من يقتل الإنسان بدون ذنب. اليوم دور العشائر العراقية مطلوب لتدعيم العدالة، لدعم الإنسان في أخذ حقه وفي الحفاظ على بلده من هؤلاء الفاسدين. ويانا حسين من الناصرية، تفضل يا حسين. السيد حسين من الناصرية، فقدنا الاتصال. السيد أبو عبد الله من أربيل ويانا، تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله من أربيل، حياك الله يا أبو عبد الله. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك استاذ، أحييك استاذ وأحيي المشاهدين. حياك استاذ. أنا عندي اليوم نقطتين أريد أثيرها. نعم. الأولى اليوم شفت لي طبعا مقطع بالأخبار. أي. أنهم مقلدين هذا المالكي مالي شو اسمه؟ مقلدين سيف القادسية. القديم كان يتقلد القوات اللي القوات وقوات الفرق وشغلات اللي كانوا يحررون الفاو ومرتفعات واتر وما ادري وين وما ادري وين. كان السيد الرئيس الله يرحمه كان يقدم لهم هاي السيوف يعني عن شجاعتهم وشغلات. هذول شفنا صوره مقلدين هالسيف هذا، ما ادري يعني هو كان شنو قائد جيش العراقي ما بعرف، وكان مقابلنا يرمي علينا السيف، ما ادري شنو هالشنو القشفريات هذا. يعني هذا بالله عليك هذا ما ليش سيف مطيع؟ من مطيع ما أعرف. هاي واحدة. الثانية هاي بالنسبة للقسم التركي. أستاذ أنا من يمك دا أقول ورجل كردي، أنا أفتخر إنه عندي جنسية عراقية وجنسيتي عراقي. وما يشرفني أي جنسية ثانية. وأنا على أبو تركيا بقد أبو إيران هنيه. هذا الناس عمد يقولون إني دافع عن تركيا. طيب. والله أنا ما دافع عن تركيا. تمام. بس والله شغل مهم. شكرا. هذه الأشياء والقمة اللي صارت. طبعا ما نتحس شغلة واحدة نتحس بس إني بين روسيا أبو تركيا بين روسيا وأوكرانيا مساء على صوت عن مد طيب. أنا عندي نقطة سيد أبو عبد الله، وباختصار أريد منك جواب لو سمحت. أحمد من مصر قال بأنه لو كان هذا بلد محترم وحكومة قوية تحافظ على البلد وحدوده وسيادته، وتمنع وجود المنظمات الإرهابية مثل البيكك وغيرها، وتمنع وجود الميليشيات الإرهابية أيضا مثل الحشد وجماعتهم، لما تجرأت أي دولة على التجاوز على سيادة العراق؟ ليش دولة اللي سووا رد فعل على ما قيل، ونأكد هنا ما قيل، أنه قصف تركي؟ لأنه نظرية المؤامرة في هذه القضية واردة جدا، واحتمال يكون هذا ملعوب لتوريط تركيا بقضية، خاصة وأنه نظريا ماكو أي استفادة من موضوع قصف مصيف سياحي، يعني شنو الفائدة العائدة على تركيا؟ لكن القصد من هذا الكلام، لو كان هناك دولة محترمة، هل كان ليحدث ما يحدث الآن في العراق؟ إيران تقصف منا، قصف يأتي من الشمال، دول تدخل منا، قواعد أمريكية، غيرها وغيرها من هذه الانتهاكات. لو كان العراق بلد ذا سيادة، مو يتحملون ذولا اللي ببغداد مسؤولية ما يحدث؟
ساق الله يخليك. يعني احنا هذول الابواق اللي دتحش بالاذاعات وبالفضائيات يضطرون اللي يضطرون هذول بالاذاعات ويحشون استاذ يستغلون الشعب العراقي. استاذ المستفيد الاول والاخير ايران من هالشغله هاي. زين زين اذا ايران هذول من الشيخ ليش يطلب راتب من زمن العباد العباد لحد الان يطلب راتب للفخخ؟ ليش يحموهم؟ ليش خاليهم بفنجان؟ ليش مؤسسين افواج ما ادري شنو من الفخخه؟ انت لا بيجيتكم وحده ولا حتى هذول ما محسوبين على المسلمين الاستاذ. سيد ابو عبد الله نشكر حضرتك واعتذر منك لانه شارف الوقت على الانتهاء. ويانا احمد من المانيا، تفضل يا احمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لجنابك وللاخوه المستمعين الكرام. نعم تفضل يا احمد. موضوعكم شنو اخي اليوم؟ احنا خلينا نتكلم على الجزئيه اللي طرحت بشكل كبير وهي الفوضى الامنيه، الى متى ستستمر؟ وليش بعدنا نشوف هذه الحالات السلبيه الشاذه مثل نزاعات عشائرية يروح ضحيتها مدنيين أبرياء أو حتى إطلاق رصاص عشوائي من قبل مواطنين لأسباب كثيرة، احتفال، حزن، فرح بلعبة كرة قدم، أي شيء من هذه الأمور وتسبب أذى للناس وضرر بالممتلكات العامة والخاصة دون حساب ودون يعني ملاحقة قانونية أو تدخل حكومي؟ السبب الوحيد والرئيسي لكل هالأمور هذه اللي تحدث في العراق من أي توزي من الألف إلى الياء هو لعدم قيادة القردة التي استحلت هذه البقعة الطاهرة من إدارة الدولة. هؤلاء مجموعة القردة التي سيطرت على زمام الأمور بقدرة قادر تعلم أنت جنابك والمستمعين أكثر مني، استطاعوا أن يحتلوا القصر الجمهوري ومؤسسات الدولة ولكن لم يستطيعوا إدارتها. فهذا الفراغ في الإدارة وعدم الكفاءة فسح المجال لكيانات أخرى، لميليشيات أخرى، لعصابات، لنفوس ضعيفة أن تستغل الفرصة وتحاول أن تتمدد في الفراغ الموجود. العشائر أخي لا يمكن أن تكون العشائر والأعراف العشائرية تحكم بلد. الآن أنا عندما أفكر بمد سكة حديد من بغداد إلى البصرة كبنية تحتية، هل هذا يعني أن سيكون المقاول من بغداد إلى الحلة من أهالي المحمودية ومن الحلة إلى الكوت من أهالي الحلة ومن الكوت إلى الديوانية من أهالي كذا؟ بأي منطق هذا؟ نحن بلد يحكمنا قانون ودستور واحد. وأنا أيضا ضد الأقلمة لأنه في حالة وجود الأقاليم بعض الأحيان القوانين التي تصدر من السلطة المركزية لا تطبق في الإقليم كما موجود في بعض الدول. أنا مجربها. المشكلة أم المشاكل الموجودة في العراق هي أنه القيادات الموجودة ما يسمون بالقيادة السياسية بالعراق، أحزاب سياسية، ميليشيات، طيب، مرجعيات دينية، كلها فاقدة للشرعية وغير كفوة ولا شكرا. يمكن أن تدير عائلة. شكرا سيد أحمد من ألمانيا، وأعتذر منك طبعا الوقت سينتهي، لكن فيما تبقى من لحظات مشاهدينا الكرام نأخذ المقطع الرابع لدينا في هذه الفقرة. مواطن يوثق حال مدخل بغداد العاصمة المتهالك ويسلط الضوء على أمر مهم وهو حال العاصمة التي تعتبر ممثلة العراق ومركز البلد، وفي عام 2022 في هذا البلد الغني. وهذا هو المشهد لنتابع. تبدي معاناتك والدخول إلى بغداد من جهة التاجي، تدري وين توجه قلب راسك رجلك ايدك؟ الشارع اللي تعبان، اللي ما قساته تكسر السيارات، ابو اللوري اللي ما ينطيك طريق، سواق ذول الاوباما اللي تشيتون قدامه، ما تفتهم والله العظيم. دمرتوا البلد، دمرتوا البلاد، دمرتوا العباد، دمرتوا الناس. شو تسوون بعد هاك؟ شوف شرفكم، هذا شارع مدخل بغداد عاصمة، يعني هذا يصير هذا الحكي؟ صار لهم 20 سنة ويقولون احنا دولة وعلم وسيادة، يلا وينهم؟ ومن تطلعهم ساكت يجيك ابو المرور يغرمك يقول يابا دوفر لي شارع بيه خير خل امشي. لا ما لي علاقة، يعني انت تخالف. زين الله كريم، الله على الظالم. لنتابع التعليقات سريعا مشاهدينا الكرام قبل ان ينتهي الوقت. صادق يقول نص البواري مسدود ونص المناطق ما بها مجاري، المفروض محاسبة المهندس المشرف على تبليط الشوارع، لازم يتأكد من كل الخدمات قبل التبليط وصب الأرصفة. عندنا تعليق من حسام يقول الصوتش بدائرة المجاري يا أخي، هسه أفرض بالشتاء
وبقت تمطر أسبوع، والمي المتدفق هسه كمية مو أكبر من استيعاب طاقة المجاري. السبب الرئيس المجاري، لو أكو تنظيف من قبلهم ما صار هيك. التعليق لدينا طبعا، هذا التعليقات، هذه التعليقات على الموضوع السابق. أيضا يقول لو عايفين المستشفى ولا هالوضعية صدق كذب. طبعا الحديث كان على المقطع السابق. خلينا نشوف سريعا مشاهدينا الكرام تويتر، ولدينا وسم محاكمة نور المالكي طبعا بعد التسريبات الأخيرة التي خرجت لنوري المالكي. زياد الشامي يقول سواء قبلنا بذلك أو لا، العراق الآن لا يملك سيادة، العراق الآن لا يطبق فيه القانون، العراق الآن يتحكم فيه الحرس الثوري الإيراني، العراق الآن لا يوجد في حكومته شخص نزيه، العراق الآن يفتقر للشجعان في الحكومة، العراق الآن يفتقر لأبسط مقومات العيش. أنا أعرف الوقت ضيق للغاية، لكن سريعا عبد الله يقول لا بد من العمل على إرجاع ما تبقى من هيبة العراق لمنع أي خرق يرجع بالعراق إلى مربع حكم الثمان سنوات التي قادها المالكي ومن كان معه من الفاسدين. على المحكمة الاتحادية أن تطبق القانون ليس فقط على الضعفاء بل على الجميع ممن يثبت فسادهم. نصل بهذا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.